أعتقد بأن الله سبحانه وتعالى كما أرسل الرسل لهداية عباده فقد جعل خلفاء بعد الرسل لنفس الغرض وبنفس الحيثيات، وأن هؤلاء تسلسلوا إلى زمان مولانا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وبعد الإمام العسكري ولد له الإمام المهدي محمد عجل الله تعالى فرجه. ولحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى غاب هذا الإمام أو غبنا عنه إذا أردنا شيئا أدق، وإلا هو حاضر ناظر، يمكن إذا ارتقى الإنسان إلى مدارج مناسبة آنئذ يستطيع الوصول بخدمته، وقليل ما هم.